جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسألكم أيضا عن قبض اليد اليمنى مع تحريك إصبع السبابة أو فرد الكف مع رفع السبابة في التشهد، جزاكم الله خيرا. المستحب أن يضع يديه على فخذيه، يضع اليد اليسرى على فخذه اليسرى وتكون مبسوطة الأصابع، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض الخنصر والبنصر، ويحلق الوسطى مع الإبهام ويرفع السبابة. هذا هو المستحب في وضع اليد في التشهد، هو المستحب يرفع السبابة إشارة إلى التوحيد، وأما الخنصر والبنصر فإنه يقبضهما ويحلق الوسطى مع الإبهام، يعني يجعلهما على صفة الحلقة.